the most Instagrammers. Thank you so much. All right. Sorry. Alright شباب طبعا حاليا نحن وصلنا هنا في هذه الجزيرة في المنطقة دي بس إنه في مطر حاليا فبحاول إنه أقعد في محل كويس لأنه المطر هنا مرة غزيرة فشكل الأجواء شوية كعبة ولكن راح أصور لكم الجزيرة من جوا من الداخل حاليا طبعا هنا بتيجي بتاخد بريكفاست و يعني منطقة خرافية. How are you man? Good? Iranian Persian. Iranian Persian. Very nice. فهذا صديقنا شباب من دولة إيران. Where in Iran? You from? Iran? Iran. Alright, nice. هذا طبعا كتب. Look good. Yeah, so I need to get more. Go for it. Anyway. But if you take two, CCTV, yes. May you sleep all day. Just one day enough, okay? Just one day enough, okay? If you want later. Anyway, حاليا شباب قاعدين المطر جدا سيء هنا فشغالين بيتكلموا عن الجزر ويتكلموا عن المناطق اللي حنزورها ففي مطر هنا فما راح اقدر اقعد هنا فترة طويلة. What's up? Sorry. How are you? المهم فهذه القصة كلها حاليا نتكلم هناك يعني قاعد يشرحوا لنا عن الجزر وعن المناطق اللي حنزورها. يلا شوفوا الفيديو بس شباب حاليا نحن قاعدين في الجزيره بس انه الجزيره هذه منطقه جدا صغيره فالجو مره برد هنا حاليا مش برد مطر ممطر فمعنا منو عمر من عمان طلع شباب لقيت شباب عمانيين هنا فما كنت متوقع اني القى عرب ولكن لقيت عرب من عمان عمر ايش اسمك محمد طبعا الجو جدا مره سيء لانه في مطر حاليا فما اعرف لو تسمعونه كويس بس انه الجو برو راح تكون مليئه بالمويه فيا طبعا احنا اصدقائنا هنا من ايران عمان وباقي الدول يعني باقي الدول المجاوره فحاليا الاجواء مره سيئه شويه بس انه راح نركب في هذا البوت السريع هذا اللي يسموه تقريبا سبيد بوت شيء ما راح نركب حاليا اجواء مره سيئه هلا
right. How many person? No, no. Okay. I'm going to go to the house. It cannot fit. كبير الشيخ خماني 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 راح اروح لخماني خماني فيري باد خماني فيري باد ان شاء الله راح بعد الفيديو هذا راح اغير كل الاستشهاد خماني تيروريست بحزنونك ما تقول كذا طبعا حاليا شباب جينا هنا زي ما شايفين البوت هنا خلفي بس انه في ناس كثير هنا في قرد القرد دي مره مره كذا يعني اقول لكم شنو يعني بتعضي لو تحضر معك كثير فالمهم انا ما قاعد اتفضل معاهم كثير لانه مره خطيرين حاليا حاول انه اعوم بس انه ما اعرف لو الكاميرا هذه راح تكون صوتها حيكون احتمال مختلف شويه بس حاليا شوف المركب اللي قاعد فيه وهذا الغارب يديني بوه مره خرافي لا خش اعوم يا جماعه بطل الكلام يلا Take the picture at there and at here. If you want to swim, right? The mask, not that you can take, but you can swim around here. Yeah. Okay. Because at the snorkeling point, we can stop the boat at there because big wave. Yeah, that's true. Yeah. All right, let's go. Go. Do it. Hello. Oh yeah. Amazing. Looking good. Is it hard? Best of young time. شوف حاليا الجزر دي احنا حجينا في الوسط او في المنتصف بين جزيرتين هنا جزيره على الشمال وهنا جزيره على اليمين فشوف المنظر It was at this moment that he knew he fucked up طبعا شباب حاليا جينا هنا فقط نقعد ناكل غدا بعديها راح نمشي لجزيرة ثانية تقريبا تبعد نص ساعة من هنا ما ادري لكن يا انا قاعد نلبس توتر نص ساعة صح لكن كذلك صح ولا ليش؟ لكن كذلك نذهب الى ايران الى ايران شيخ خامنئي ابن الكلب في المنطقة هذه، وقعت هنا
Let's come. يا شوف هذا الجزر يا داب. اخيرا وصلنا هنا في الجزيره راح نستكشفها. فشوفوا شوف الجزر كيف هنا مره خرافيه. اعتقد انه الاجواء مره زيها عشان كذا صوت شويه ما راح تسمعوه, بس انه خرافيه من هنا خرافيه. طبعا شوف يا جماعه ايش لقيت هنا. جروت ها خويانا الصغار هنا قاعدين ما اعرف ايش يسوون في الجزيره, مسيطرين على ام الجزيره هنا. فيا شوفهم. Can I get closer? يا جماعه هذا شكلهم اسره كامله هنا. ف شوف الصغير هذا. جينا في تقريبا اشهر جزيره في هذا الكلام كله. تقريبا اشهر جزيره في الكلام كله, فكان صور فيها فيلم ليوناردو دي كابريو فيلم امريكي. فكان قاعد صوروا هنا وبعديها اشتهر جزيره في ان شاء الله يا جماعه عجب. ان شاء الله يا جماعه يكون الفيديو عجبكم, فاشتركوا بالقناه ودعمونا بالاشتراك, وان شاء الله اشوفكم في فيديو جاي قريب. بيس اوت. تو يو ميكو فيديو.